أعزائي المشاهدين، نقدم هذا البرنامج من MEA TV. تحية مقدم هذا البرنامج، أنا اسمي وليد جمو، المستشار النفسي وخبير في علاج الإدمان على الكحول والمخدرات في المجلس العربي الأمريكي والكلداني. تأسس المجلس العربي الأمريكي والكلداني سنة 1979 برئاسة الدكتورة هيفا فخوري، وهو منظمة اجتماعية إنسانية نقدم فيها خدمات متنوعة، من تعليم اللغة الإنجليزية، خدمات الصحة النفسية، خدمات التوظيف والتدريب المهني، البرامج التعليمية والرياضية للشباب والشابات، التوعية وورشات العمل الاجتماعية، خدمات الصحة العامة، خدمات مكافحة التدخين والأرجيلة والكحول والمخدرات، خدمات كثيرة أيضا تقدم في مواقع الجغرافية من مقاطعة وين وأوكلاند ومكوم. إذا أردتم الاتصال فينا حتى نوصلكم لهذه الخدمات، الرجاء الاتصال على 248-559-1990، أو لأي معلومات تريدونها أرجو أن تزوروا موقعنا على www.myacc.org. هذا الموقع www.myacc.org. والآن نرحب بضيفنا في هذا البرنامج، والحلقة اليوم ستكون عن دائرة الخدمات الصحية والإنسانية. معنا الدكتور راتب حداد، أهلا وسهلا فيك. راح يكون عندنا أسئلة حتى نسأل بالنسبة للخدمات اللي بتقدموها في DHHS. فرجاء عرفنا على شخصك الكريم لو سمحت. الحقيقة أول شيء بشكرك شكر جزيلا، لك شكر خاص وإلى القائمين على التلفزيون MEA TV، وشكر جميعا إلى جميع المشاهدين اللي بيسمعونا، وإن شاء الله تكون اليوم حلقة مفيدة لنا ولجميع المشاهدين. أكيد في معلومات عندنا كثيرة وبدنا نوصلها للجالية الكريمة. أكيد. فعرفنا على شخصك حبيبي لو سمحت. اسمي راتب حداد، تخرجت من الجامعة الأردنية عام 1977 بإدارة الأعمال والإحصاء والاقتصاد. في سنة 1991 حصلت على ماجستير في العلوم الثقافية والهول السكن إديوكيشن من جامعة إيسترن ميشيغان في يبسلان في ميشيغان. في 2006 حصلت على درجة الدكتوراه في البزنس اللي هو بزنس إدمينستريشن اللي هو إدارة الأعمال العامة والخاصة. طبعا بدأت عملي في المجلس العربي الأمريكي والكلداني سنس 1989، يعني تقريبا إلي حوالي 29 سنة في المجلس العربي الأمريكي والكلداني. زمن طويل وممتع جدا، وسبب بذلك إيمان العميق كما هو إيمانك أنت في رسالة وأهداف المجلس العربي الأمريكي، طبعا لخدمة الجالية العربية. الله يخليك. طيب لو تعرفنا بس على اسم البرنامج اللي انت بتقوم بإدارته بالنسبة للدي اتش اتش اس اللي هي مكاتب الاي سي سي، مكاتب المجلس العربي الامريكي والكلداني. اول اشي اعطينا شو الاحرف هاي الدي اتش اتش اس شو معناها، وبعدين اعطينا هيك مين هم المستفيدين من هذه الخدمات. عادة طبعا الام دي اتش اس stand for Michigan Department of Health and Human Services، اللي هي دائرة الخدمات الصحية والإنسانية، اللي هي طبعا متعرف عليها بالجالية العربي والكلداني الويلفير، دائرة الويلفير. الضمان الاجتماعي يعني بيسموه ولا لا؟ مش ضمان، ما لهش علاقة، هذاك له علاقة بالسوشيال سيكوريتي اوفيس. طبعا هذاك موضوع مختلف جدا. طبعا المجلس العربي الامريكي والكلداني بينفرد لانه هو الوحيد اللي في عندنا موظفين من المجلس العربي الامريكي والكلداني داخل الديبارتمنت of Human Services، اللي هي طبعا ما فيش اي منظمات عربيه تتواجد في داخل الدي اتش اس اكسبت طبعا اللي هو كل مكاتبنا الموجوده اللي في الاي سي سي هي موجوده من ضمن الديبارتمنت اوف هيلث اند هيومن سيرفيسز.
في في الى ان مكاتب مخصصه هناك حتى نتعاون مع موظفين الدي اتش اتش اس. طبعا احنا بحصل على مكاتب من قبل دائره الصحه الانسانيه والاجتماعيه الموجوده طبعا هي للدي اتش اس من ضمنهم ان مكاتب نفس المكاتب اللي بيعطوه للعاملات الاجتماعيه لمكاتبهم. وين مواقعنا الجغرافيه بتكون وباي منطقه بنقدم هاي الخدمات احنا؟ بنقدم خدماتنا في ثلاث مقاطعات الرئيسيه اللي هي وين، اوكلاند اند ماكوم. ان اوفيسز ان اربع اوفيسز موجودات في وين كاونتي، في ان اوفيسين او ثلاثه في ماكوم كاونتي، وفي ان تو اوفيسز اولسو موجودين ب اوكلاند كاونتي. كل الموظفين بيتكلموا اللغه العربيه ويتكلموا اللغه الكلدانيه ويتكلموا اللغه الانجليزيه. طبعا في عندنا طبعا كلداني بيقدم اللغات العربيه الانجليزيه والكلدانيه، بلس في عندنا كمان اضفنا لغه جديده اللي هي البنغاليه. بنغاليه للجاليه البنغلاديش الموجودين في طبعا في منطقه اكثر شيء متركزين في منطقه هامي ترافيك. اوكي طيب بالنسبه للمكاتب هاي طبعا انتم موجودين في كم من مكتب عندنا بالدي اتش اتش اس؟ بالدي اتش اس اس في عندنا ثمان مكاتب انسايد الدي اتش اس ديبارتمنت. ايوه. وفي عندنا ثلاث مكاتب تابعه للمجلس العربي الامريكي والكلداني بنقدم نفس الخدمات لكن ليس بنفس الاسس اللي نعملها داخل الدي اتش اس. اوكي. يس. طبعا نرجو من المواطنين اللي بدهم مراجعتنا في اي وقت في هذه المكاتب واحنا مستعدين لاي نوع من احنا رح نعطي رقم تلفونك اللي في المكتب عندك طبعا لانه في عندنا مكاتب كثير بالنهايه على اساس اللي بده اي خدمات ممكن يتصل معك وبالتالي التلفون هذا انت بتعطيهم بتحولهم على الاماكن اللي هم بيسكنوا فيها والقريبه من هاي المكاتب اللي هي مكاتب المجلس العربي الامريكي والكلداني. خبرنا شوي عن المستجدات في هذا فيها هذه البرامج اللي احنا بنخدم فيها. من خلال خبرتي طبعا الطويله بهذا البرنامج بالذات يعني كان هناك يعني تطورات شبه يعني اساسيه و يعني تشعر في التغير اللي حصل في هاي في هذا البرنامج. كانت طبعا 10 او 15 سنه سابقه العلاقه كانت حميمه ما بين العامله الاجتماعيه اللي هي الكيس وركر نسميها والمواطن. كانت طبعا العلاقات باستمرار في مثلا انترفيو وان اون وان وشغلات زي هيك تشوفك وتشوفها افري دي، اذا بدك مقابل معها ممكن تشوفها شخصيا. هلا العلاقات اختلفت من 10 سنوات فما دون اعتمدت على اساس التكنولوجيا الكمبيوترز شو بسموهم الاشياء الاخرى على التليفون على السكانين كلها شغلات صفت علاقات يعني انعدمت فيها العلاقه الشخصيه. ولكن فيها ادفانتج حلوه كويس وممتازه انه هاي البرامج ممكن انت تقدم لها من خلال مثلا بيتك وانت قاعد في البيت اذا في عندك طبعا كمبيوتر في عندك انترنت موجود في البيت أكيد. سهل العمليه عليك ممكن تروح هناك وانت تقدم البرنامج اي معلومات مثلا تقدم لاي نوع من البرامج اللي بتقدمها الخدمات الصحية والإنسانية ممكن تقدمها وانت قاعد في البيت. ممكن تطلب المساعدة من ابنك من بنتك من أخ من أخوك من أي إنسان بس مجرد انت تكون هناك مرتاح. ممكن انك تخلص الابليكيشن بنفس اليوم ممكن انك تأجله انك تخلصه إذا احتجت لمعلومات أخرى يعني اليوم ثاني. طبعا في بعض المرات بيصير نوع من العقبات لما بدهم يقدموا طلبات عن طريق الإنترنت أو عن طريق البرامج الموجودة بالتكنولوجيا، فأنتوا أكيد 100% بتعملوا لهم مواعيد وبتاخذوهم وبتفهموهم على الأمور هاي. شو أنواع أو التايبس تبع الخدمات اللي إحنا بنقدمها في عن طريق الدي اتش اتش اس؟ هو أنا بيجي دور الموظف المجلس العربي الأمريكي والكلداني نعم. اللي هنا طبعا ننصح أي أبناء الجاري العربي أي واحد فيهم عنده أي صعوبات عنده أي مشاكل عنده أي شك بالمعلومات اللي راح يقدم لهم إياها نعم. إنك تيجي عنا على مكاتبنا وإحنا طبعا نقدم لك كل الخدمات. واجبنا هناك الأساسي اللي هو الترجمة الفورية الترجمة الكتابية نعم. التدقيق في أي طلبات ممكن تقدمها التدقيق في أي رسالة توصلك من العاملة الاجتماعية. وننصحك إيش الخطوات والأشياء الأساسية اللي ممكن أن تقدمها بحيث أنك ما تخسر أي نوع من نوع المزايا اللي أنت تستحقها كمواطن.
فواجبنا هناك واجب أساسي إنه للترجمة. معناته إحنا يعني بنخدم كجسر بين الموظفين الموجودين اللي بيكونوا هم بياخذوا مثلا القضايا هاي وبحطوها عندهم في الكمبيوتر، احنا بنكون كحلقه وجسر حتى نقدر نفهم المراجع اذا كان في عنده صعوبات من النواحي اللغويه او من نواحي تعبئه الطلبات وتدقيق كل الامور هاي، حتى اساس لما تتقدم ما يصير فيها يعني ما يرجعوها مره ثانيه ما يعملوا. هذا هو دورنا الأساسي، إنه نتأكد قبل أي شخص ممكن يعني يقدم على الأونلاين أو بيحب مثلاً يزور مكاتبنا، هلنا مثلاً موجود في مكاتب ال Department of Human and Health Services في عندنا لابي موجودات okay. لابي موجودات هناك، داخل هاللابي في عندنا كمبيوترز كل الموجودات زودونا فيها طبعاً نفس Department of Human Services للمواطنين اللي بيحب يجي يقدم عنا في أي إذا بدأت مثلاً يعبي الطلب بالابلكيشن على الاونلاين في عنده اي مشكله، الموظف العربي يكون دائما موجود حواليه على اساس يسهل عمليه تقديم بالضبط. في بعض الاسئله استاذ وليد، بعض الاسئله محيره جدا، نعم يعني مرات مش عارف انك تقول يس ولا نو، ممكن هاي كلها ممكن انها يعني تخربط كل الموضوع. طبعا من هيك وجودنا احنا هناك اساسي وضروري انه حتى نسهل العمليه تقديم الطلبات. نصيحه بالنسبه للي بتقدموا لتقديم هذه الطلبات الكوتشنج، شو الاشياء اللي احنا بنساعد فيها يعني شو بتنصح فيها؟ اللي بنصحه انه دائره الويلفير بالذات صاروا يشكوا في عمل بعض الموظفين، بيعتقدوا اعتقاد جازم انه احنا بنحاول الكوتشنج يعني انه نعطي معلومات ويعني قضايا هير اند ذير على اساس انه نحاول نخلي الناس يحصلوا على هذه المزايا رغم انهم ما بيستحقوها، هاي احنا بنسميها كوتش. سو في محدوديه طبعا ما بنقدر ننصح، ما بنقدرش احنا نعطيهم يعني بعض الطرق. خلينا نعطيك مثال واحد. نعم. استاذ وليد يعني ولو نعم. انه مثال واحد، مثلا واحد بيجي بيقدم على الفود ستامبس، تساله في عندك بنك اكاونت؟ يقول لك ياس في عندي بنك اكاونت. قديش في عندك مثلا؟ بقول لك اكزام مثلا عندي $10,000. ايوه. هلا وين الكوتشنج بيكون؟ الكوتشنج بيجي الموظف بقول لك يو نو وات، احسن طريقه لك مثلا روح اسحب ال 10,000 هذول، غيب لك شهرين ثلاث ارجع. اوكي قدم مره ثانيه. هاي هي الكوتشنج يعني. هاي اللي هي احنا ممنوع نسويها. اوكي. Whatever انت حسب ظروفك، انت عندك بنك اكاونت، عندك مان، this is المسؤوليه ترجع على الكلاينت نفسه وليس على الموظف. من هنا تيجي الادفايس اللي بقول لك اياه انا، اوكي قدم انت طلبك، شو المعلومات اللي انت بتحطها على الابلكيشن هي مسؤوليتك وليس مسؤوليه يعني الموضوع. دكتور راتب الامانه كويسه اكيد في أكيد. وكل موظف له يعني مسؤوليته في تسهيل عمليات تقديم الطلبات، بس الامانه دائما هي بتساعد حتى على اساس تنشر الامن والامان والشعور بعدم يعني التزوير مخيفه شغله أكيد كبيره اكيد. فطيب خلينا نحكي عن ايضا، هل بمقدور الموظفين فتح او اغلاق القضايا اللي بتيجي عن طريق المراجعين؟ هل احنا لنا دور في هذا العمل ولا لا؟ في هي طبعا زي ما بسموها بالانجليزي بعض الاشياء بسموها الميث، اللي هي يعني زي ما بقول شغله انه فكره ان ماخذينها فكره خاطئه عن موظفين يعني الافكار المخطوطه، خلينا نصححها يا انه 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 الموظف العربي عنده امكانيه يفتح او يسكر الكيس، وهذا طبعا شغله ليس بالصحيح، ما لناش اي علاقه حتى بالتاثير على فتح او اغلاق الكيس، ما لناش علاقه لانه كله صار ديبند على التكنولوجيا، شو المعلومات اللي انت بتدخلها على هالكمبيوتر، الكمبيوتر بيعطيك النتائج تبعها. في قوانين وفي اسس اسس يعني احنا ويكاند يعني هاي الشغله اللي لازم كل أعزائنا المشاهدين يعرفوها 100% إنه إحنا لا نفتح ولا نسكر ولا أن تأثير. عشان هيك مرات كثير الناس لما يكون عندهم معلومات خاطئة بتلاقيهم بزعلوا، ولما يزعلوا بتلاقي في يعني عدم راحة بتقديم الطلبات، فبالتالي لازم يعني إحنا يعني وجودنا على هالحلقة هاي على أساس نعطي معلومات الحقيقية والواقعية حتى ما يكون في أي نوع من يعني زعل او انه يشعروا انه احنا ما بنقدم لهم خدمات، لكن هاي هي محدوديه المسؤوليه الموظفين الموجودين في مكاتب الاي سي سي. بالاضافه استاذ وليد، نعم. يعني
هذا البرنامج أساسه للناس المستحقين. يعني إحنا بنقدم الخدمات للناس، المواطن اللي بيستحق هاي الخدمات ما لهاش علاقة، يعني مستحق أو مستحق هو من حقوقه الكاملة إنه يقدم هالطلب. نعم. سواء يعني وافقوا عليه أو ما وافقوا، هاي طبعا تعتمد على وضعه. نتابع معكم أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة، واستضافتنا الدكتور راتب حداد من دائرة الخدمات الصحية والإنسانية والمتوزعة في المقاطعات الثلاثة وين وأوكلاند ومكوم، ونتابع معكم في تقديم هذه المعلومات القيمة من أجل تواصلنا وتواصلكم مع هذه الخدمات. ما هو دور أو الأمور المطلوبة من المراجعين لما يقدموا طلبات في الحصول على البرامج الموجودة؟ كلمة بالإنجليزي اسم preparation. Preparation، تحضير. تحضير. Yes. بدك تقدم يعني على أي خدمات، بدك يكون عندك مثلا الجنسية. نعم. أو green card موجود عندك. نعم. أو إذا كنت لاجئ في عندك 207 الوايت كارد. نعم. أو إذا كنت عندك أصايلي يعني مقدم لجوء سياسي أو ديني. نعم. أو اجتماعي اللي هو 208، هذا لازم يكون عندك موجودة. الأدرس تبعك درايفر لايسن موجود عندك، البنك أكاونت تبعك إذا كان في عندك بنك أكاونت فليز لا تنسى، لأنه هاي دائما بتسوي لنا مشاكل. عقد إيجار إذا في عندك أي عقد إيجار، ومين اللي ساكن عندك في البيت. This is very important لأنها تقرر مصير شو نوع الخدمة اللي ممكن أن تحصل عليها من دائرة الخدمات الصحية والإنسانية. طيب شو نوع الخدمات اللي المراجع بيقدر يقدم عليها؟ مين اللي عندنا خمس برامج أساسية اللي هي الهيلث إنشورنس هو التأمين الصحي، الحصول على الكاش أو النقد النقدي، الحصول على الفود ستام اللي هو كربونات الطعام، في عندك السي دي سي اللي هو برنامج تبع الدي كير للأطفال. نعم. طبعا إذا في كان أب وأم أو عائلة بيشتغلوا. نعم. من حقوقهم أن يحصلوا على اللي بسموها يعني البيبي سيتر فيز. نعم. طبعا فيها مينيموم إلا بالنسبة للدي اتش اس بيعطوا سيرتن مبالغ معينة لهذه الخدمة. كمان البرنامج الأخير اللي هو الإمرجنسي، لا سمح الله صار في واحد في حالة طوارئ، في حالة طوارئ انقطعت الكهرباء أو جاك شرف نوتس بالنسبة للكهرباء، الماء، الهيت خاصة بأيام الشتاء والبرد. في عندك كمان لا سمح الله في حالة الوفاة، الوفاة بعطوه طبعا بعطوه بيساعدوا نسبة معينة، نسبة معينة. نعم. وطبعا يعني لازم تقدمها قبل ما يصير الدفن أو شغلات زي هيك، يعني هاي الأمور بأوراق وإثباتات شهادة الوفاة طبعا اللي هو واحد منهم السوشيال سيكوريتي نمبر لازم يكون دائما موجود بالنسبة للمتوفي هاي الحالات. نعم. أنا كنت بسمع قديما، ما بعرف إذا البرنامج هذا لا يزال أو أنه وقفوه، بالنسبة للناس اللي بحاجة للسيارة، أو هل هذا البرنامج مثلا بيقدروا يساعدوا العائلة في سيارة في دفع مثلا نسبة معينة لشراء سيارة؟ طبعا هذا البرنامج ليس له علاقة ببرنامج الـ DHS بالمرة، علاقته باللي كان أصلا اسمه Workforce Program. نعم. بعدين هلا صار Path Program. Path Program طبعا اللي هو دكتور عبد في المجلس العربي الأمريكي، أو ويا Program، هذول البرنامجين الوحيدين هم اللي بيساعدوا في اللي بيساعدوا في قضية السيارات. نعم. Yes. طيب في عنا حكيت يعني بتفاصيل عن كيف بده يجهز واحد أوراقه ومعاملته على أساس قبل ما يجي حتى تكون الأوراق هاي جاهزة. طيب شو الأشياء اللي لازم يتجنب المراجع في أو أنه يتجنبها حتى تبقى قضيته مفتوحة؟ طبعا هو إحنا بنحكي على المنتاليتي بشكل عام. أول شيء لما الإنسان بيقدم خدمة لازم يكون أول شيء صبور. نعم. أول شيء ثانيا ما يكونش عنده عدم الإلحاح. yeah. لأن في ناس مثلا على سبيل المثال بيجوا مثلا على اللابي بالدي اتش اس بقعدوا أكثر من مرة، بيحكي تلفونات أكثر من مرة، يعني مجرد ما بلش مثلا قدم خلال مثلا خلينا نقول البرامج بشكل عام، كل البرامج بشكل عام قديش الفترة اللي بدها؟ الفترة هي الزمنية مضبوط السبيل هي 45 يوم. 45 يوم. ممكن تيجي قبل، ممكن ما تيجي قبل، ممكن تيجي قبل، ممكن تتأخر شوي حسب. نعم. قديش الضغط الموجود على العامل الاجتماعي. نعم. عادة إذا كان عندك حالات إمرجنسي زي الفود ستام
ممكن يعطوك اياه خلال 10 days نعم من تقديمك الطلب. فاللي بصير مرات انه بصير عندك مثلا تلفونات كثير للكيس وركر، تلفونات كثير مثلا للموظف عندنا، زيارات للمكاتب اكثر من مره مرتين ثلاثه بالاسبوع، يعني شغلات زي هيك. مرات في نوع من طبعا هم قليلين جدا جدا هالفئه مثلا، لما بيقولوا له مثلا ارجع لنا مثلا بعد اسبوع بيبدا عمليه النرفزه او مرات السب او الغلط او شغلات زي هيك. نرجو من كل اخواننا المراجعين طبعا يكون طبعا شويه صبور علينا وصبور، وتاكد 100% انه هاي البنفيت المزايا راح توصلهم، بس بدها شويه شغلات. يعني الصبر يعني هو من اهم الامور اللي بتساعد على يعني حتى الصبر واللطف والكلام الكلام الحلو. يعني ممكن انه اذا في موظفين عليهم ضغط كثير واحنا جايين نزيد كمراجعين نزيد عليك الضغط، ممكن يكون في نوع من المشحون، الجو بيكون مشحون شويه حساسيه خاصه مع العمل الاجتماعي هالايام. عندنا اوامر يعني كثير قيود وشروط انه يفضل انك تكون العلاقه يعني شبه محدوده، نعم، خاصه بعمليه المراجعه والمتابعه تكون شويه محدوده، بلاش مثل افري داي شو صار بالكيس تبعه وشغلات زي هيك. يعني من هالامور هاي ان شاء الله. طبعا الواحد احنا بنحكي بالحكي لانه احنا مرات احنا مش بنفس الوضع اللي هم عايشين فيه، أكيد. فمرات الواحد بتلاقي فعلا مرات بحاجه وانا ما بلوم يعني المواطن مرات، بس مرات السيستم نفسه طبيعته او الكيس ورك مرات تكون غايبه، مرات تكون مش موجودة، مرات بيجي واحد بخذ بديل إلها، فمن هناك مرات الكيس بيطول شوية على الناس. فأنا ما بلوهم السلطان، بس الابتعاد قدر الإمكان عن استعمال مثلا الكلمات. راتب بدي أقول لك اطلع هناك وقول لهم صبر يا حبايب، صبر يا حبايب إن شاء الله إن شاء الله زي أبناء السحراء إن شاء الله. طبعا الواحد بطلب دائما الصبر. كويس. طيب إن شاء الله. هل المراجعين يدفعوا أجور من جيبتهم حتى يقدموا هاي الطلبات، أو المراجع فيه هل يدفع مقابل هذه الخدمات؟ طبعا خدماتنا كلها بالنسبة للمجلس العربي الأمريكي والكداري ولكل الموظفين، الخدمات كلها ببلاش فري، ما في عنا مجانا يعني، مجانا ولا في عنا أي رسوم لأي شكل من الأشكال including الكاش ماني أو الهدايا أو الحلويات أو أي نوع من هذا. السبب فيه كمان يعني إحنا بكل اجتماعاتنا مع الموظفين بالخلال مثلا الاجتماعات اللي بتصير سواء الشهرية أو غيرها، يعني نعطيهم instructions يعني تعليمات مشددة إنه ما نقبل هاي الشغلات. نعم. ونرجو كمان من أخوان المواطنين ما تحرج الموظف، لأنه بنعرف إحنا طبيعة العرض بنحبش طبعا نكسف بعضنا، تقدم لي مثلا صريت حلو أو شغلة زي هيك الواحد بعز عليه إنه يقول للمواطن نو والله ما يعني إحنا ممنوع نخلو، فعلا والله ممنوع. Yeah. لأن تعليماتنا من المجلس العربي الأمريكي ومن إدارة المجلس العربي الأمريكي مشددة إنه هاي الشغلات نو، لأنه كل 10 دولارات تعطيني إياها أنت أكثر بحاجة مني أنا كمواطن. أكيد. والتعليمات لازم نلتزم فيها يعني، خاصة لما تيجي للقانون والأمور هاي، حتى ما يكون نوع من إنه يعني ما بعرف شو بسموها الكلمة، يعني هو الهدف الأساسي إنه بدي أنت بتقدم لي خدمات، بدي يعني أكرمك، بس ما بدناش الإكرامية، اكرمنا بلسانك، قلنا شكرا، قلنا شكرا وخلص. طبعا المجلس العربي الأمريكي طبعا بيعطينا رواتبنا ومعاشاتنا والحمد لله نشكر الله يعني. هذا هو الإشي طبعا اللي احنا نتأمل من كل موظف. أكيد أكيد. إن احنا في المكاتب في ACC في DHHS اللي هي في الكو علاقات ما بين موظفين ال DHHS والACC الموظفين المجلس العربي الأمريكي والكلداني، لو تخبرنا شوي، لأنه الأمور ما بتتسهل إذا ما كان في علاقة كويسة. أكيد. فشو التطورات بالنسبة للأمور اللي تتعلق في تثقيف حتى الموظفين عن الثقافة الشرقية؟ أشكرك جدا على يعني كلمة التثقيف، لأنه فعلا عندنا وزي ما بتعرف أستاذ وليد إحنا بنعمل دورات، نعم، شبه يعني سنوية لكل الموظفين اللي بدي أجاز بنعملهم حتى نحكي لهم عن عاداتنا وتقاليدنا وثقافتنا العربية، نعم، بشكل عام. وبالتالي يعني بنعطيهم كأمثلة، أنا يعني بدي يعني تشير وديو صم أمثلة اللي إحنا نحكي فيها. مثلا واحدة من الأمثلة إنه إحنا كعائلات عربية أو حتى عائلات إسلامية كنا يعني كمجتمع عام، الأب
والجد والأطفال بيعيشوا بنفس البيت صدق. نعم هاي يعني واحدة من معيشة الأجيال معيشة الأجيال العائلية يعني إحنا يعني أمور عائلية يعني مش فاهم إحنا الكيس ووركر نعم. أو العاملات الاجتماعية إنه إحنا فعلا إذا شفتي إنه في عندك يعني في البيت أكثر من عائلة لا تستغربي هالعملية. شغلة ثانية يعني اللي هي مثلا واحد استدانة الفلوس من بعضنا نعم. يعني borrowing money yeah. إحنا as a family فعلا يعني شغلة عامة وشغلة طبيعية. لما أقول لك يعني أنا استدنت من ابن عمي أو من حتى أوقف على رجلي $2000 يعني أنا أمتلك بثروت يعني عملت يعني ذات هاي الشغلات اللي إحنا we share with them all the time بالنسبة للكيس وركر. سو نعطيهم عن فكرة شو بصير يعني بالنسبة للجالية العربية لما واحد بيقدم لما واحد بيقول الله أنا استدنت فلوس من أخي ابن عمي ابن بدك تكتب ورقة وتوقعها تكتب ورقة طبعا وهم يوقعوها يعني نصيحة من ابناء الجالية أنه لما بصير أنك حالة زي هيك خلي أخوك أو أخته يعطيك ورقة أنه أنا يعني هذا يعني. مثلا أبقى أنا بدفع الفلوس هذول إليك مثلا خلينا نقول $20 بالشهر أو $50 بالشهر وأنا بسدهن بعدين لما يكون عندي بمقدوري يصير عندي بمقدوري يعني ممكن بالزبط. يعني هاي بعض الأمور اللي إحنا مرات يعني بنحكي لهم عنها. تقديم الهدايا مثلا واحدة من الأشياء اللي إحنا بنقولها يعني لما بيجي مواطن بيجي للعامل الاجتماعي حامل نعم. مثلا شيء حلو معناته شغله طبيعيه بالنسبه لنا ما فيهاش يعني ليس بمعنى يعني انه برايب يو يعني او تفتح الكيس الي او شغله زي هيك. كمان شغله ثانيه مثلا اللمس والمعانقه والكسج يعني شغله يعني طبيعيه بالنسبه لمجتمعنا بنقول للعامل الاجتماعي لا تستغربي اذا مثلا شفت اثنين مثلا سلموا على بعض او تباوس يعني. شغله طبيعيه يعني هاي الشغلات اللي احنا بنحاول يعني هاي ثقافتنا واحنا معتزين فيها وان الشرف نكون من هاي الثقافة بس لازم نكون حساسين حتى نقدر نتأقلم كمان في النظام الموجودين احنا فيه اللي هو العادات والتقاليد الأمريكية اللي هي انا بقول دايما يعني بالنسبة لما ندرب نقول زبدة الحياة الشرقية وزبدة الحياة الأمريكية ناخذها اثنين بالضبط ونعيشها ونستفيد منها نعيشها حتى نقدر نتأقلم بالطريقة الصحيحة بدل ما نعيش بقلبه ما نعيش بقلب نظيف يعني من الجميع طيب هل عند الـ DHS الصلاحية في التحقيق في قضايا التزوير؟ لأنه كل مجتمع في ناس بيزوروا يعني احنا ما بنحكي بشكل عام ولكن بجوز تفاحة تطلع خربانة بهالبكسة واحد يطلع يزور بهالأوراق هاي احنا ما بدنا نعمم لكن هل عندهم الصلاحية انهم يحققوا في قضايا التزوير؟ في عندنا نوعين من التحقيقات نعم. التحقيقات القصيرة الأجل اللي هي مدتها 10 أيام نعم. إذا شعرت العامل الاجتماعي انه فيها الكيس المقدم إلا معلومات فيها معلومات شبه مشكوك في أمرها yeah. تقدر تحولها إلى لجنة اسمها FEE اللي هو Front End Eligibility هذول yes. هاي الدائرة مهمتها انها تتقص الحقائق وذن 10 أيام ولازم يخبر الكيس وركر انها تفتح الكيس أو ما تفتح الكيس. هاي أول واحدة. الواحدة الأخطر والأهم اللي هي بسموها OIG Office اللي هو Office of Inspector General yeah. هاي ممكن مكتب التحقيقات, العام نعم. اللي هو طبعا هذا مركزه في لانسينغ وفي ديترويت نعم. إذا شاف قضية يعني تدخل في سلك الجريمة نعم. ممكن ترجع إلى أي كيس لأي واحد إلى مدة 6 سنوات واو. يعني طبعا هاي القضايا هاي كلها تحول إلى المحاكم المدنية حتى ينظروا فيها يس. المحاكم المدنية ممكن أن يرجعوا كل فلوسه عن طريق هاي المحاكم المدنية. صار طبعا نحن نترجى من إخواننا ومن كل جاليتنا الكريمة يتأكدوا من أنه المعلومات اللي بيقدموها نعم. هي معلومات قريبة جدا إلى الحقيقة إلى الواقع. وصدقني إذا بتقدمها بهذا الشكل لا يمكن تغلط في حياتك. الإنسان اللي بيقدم بصدق ما بيكون خايف أبدا. والإنسان اللي بيقدم بنص صدق أو شبه صدق لازم يكون متوقع في يوم من الأيام فالأمانة حلوة حبيبي. الأمانة حلوة وإن شاء الله التوفيق لكل أبناء الجالية العربية. طيب رقم تلفونك دكتور راتب في المكتب إذا في ناس بحب يتواصل أو ما بعرف وين المكاتب هاي. إحنا عندنا مكاتب كثيرة في المقاطعات نعم. الثلاثة نعم. فالأفضل أنهم يتصلوا فيك وأنت توزعهم على حسب نعم. هل إمكانية تعطينا رقم تلفونك في المكتب لو سمحت؟ راح أعطيهم الرقم اللي هو 313 أيوة 369 47
30. طبعا هذا المقر في 7 مايل اريا، طبعا بيقدر يتصل فيه وان شاء الله بعطيهم اي جواب او اي شيء. كمان مره الرقم هذا 313-369-4730، اتصال مع الدكتور راتب حداد على اساس من المجلس العربي الامريكي والكلداني والموجود المكتب في 7 مايل في ديترويت، وهو بيحولكم على اماكن الخدمات القريبه منكم. طيب في ايضا تلفون اسمه 211، شو هذا 211؟ اعطينا بعض المعلومات عنه. كان يصير صدق yes. طبعا قبل ما اعطيه 211 لانه 211 مهم جدا بالنسبه لي، اللي هو برج من كل ابناء الجاليه حسب وين ما هم عايشين انهم يراجعوا مكاتبهم وين ما هم عايشين. اذا في مكوم كاوني يروحوا على مكوم كاوني اوفيسز، نعم. اذا باوكلاند او وين كاونتي ارجوهم يروحوا على المقاطعه، لانه مراجعه المكتب مباشره السبب انه العامل الاجتماعي هناك، الموظف العربي هناك، نعم. سو اذا هم بيجوا على مكاتب اخرى يعني راح تكون نفس العمليه بدك تكررها وترجع بالنهايه الى وين انت يعني تابع. سو حسب الزيب كود انت وحسب انت اي اوفيس انت موجود فيه تابع له انك ترجع له. حلو. طبعا اذا اجى على مكاتب زي مثلا 7 مايل او مكتب في موجود عندنا زميلتنا في تروي في مشي او في عندنا في انذر اوفيسز، هذول الاوفيسز ممكن يقدموا لك المشوره والادفايس بس ما راح يقدموا لك طلبات و بيرجعوك على المكان اللي انت رجعك على المكان الاصلي اللي انت تابع له على المكاتب الاصليه وان شاء الله ابغى تقول يعني زي ما بدك. بالنسبه للرقم 211 نعم. 211 رقم اساسي وضروري، طبعا هو تحت الامبريلا تبعت اليونايتد واي، نعم. ضرورته يعني بيقول لك هو equivalent to 911 يعني قديش ما هو مهم. في عندك في ميشيغان 83 كاونتي مقاطعات 83، هذا الرقم موجود في 82 منهم، نعم. السيرفيس اللي بقدموها كل إشي بخطر على بالك موجود فيه، من الدومستيك فايلز، من إذا بدك مساعدة لتعبئة التاكسس، إذا في عندك مشكلة بالبلات تبعونك، نعم. في الهيلث انشورنس، في اي شيء بخطر على بالك 211 رقم اساسي انه يكون موجود عندك و24 ساعه 7 days a week. يعني 211 هذا زي سنترال مركز للدي اتش اس، دي اتش اتش اس مثل الدي اتش اس هذا لكل الخدمات، لكل الخدمات في الستيت اوف ميشيغان، في الستيت اوف ميشيغان، وليس بس في الستيت اوف ميشيغان، حتى اذا في خدمات مش موجوده عندك هنا ممكن ان توفر في ولايه ثانيه ممكن يقولوا لك عنها. واو. طبعا لما بتعطيهم هاي المعلومات العامل اللي على التلفون بالأذر سايد تأخذ المعلومات منك وبتحاول توجد لك حل مشكلتك. نعم. هل في ناس بتكلموا اللغة العربية في هاي؟ إذا كانوا بحاجة ممكن في 180 لانجوج موجودة على الخط هذا. 180 لانجوج. 180 لغة متفرقة. معلومة يعني كتير مهمة جدا جدا من أجل استخدامها إذا كنا بحاجة الاتصال والبحث عن خدمات اللي هي من أجل الاحتياجات الموجودة. بالضبط. طيب حبيبي دكتور راتب شكرا من أجل هالمعلومات القيمة اللي أنت شاركتها مع الجالية مع المشاهدين، وأعطيتهم رقم تلفونك أنت اللي هو 313-369-4730. كلمة تشجيعية للجالية والمشاهدين قبل ما ننتهي من هذه الحلقة حتى نشجع ونتواصل معه. أكيد يعني أنا كل رجاء الخاص إلى كل شخص إلى كل عائلة بشعر إنه بحاجة إلى مساعدة من الخدمات الاجتماعية اللي حكينا عنها، من هيلث إنشورنس، من كاش ماني، فود ستامز، إمرجنسي سيتويشن، أو حتى للأطفال، أرجو منهم يأتوا لمكاتبنا وهم بكل ثقة وإخلاص راح نساعدهم. لكل شخص ما في عنا يعني عملنا الوحيد هو خدمتكم، تقديم الخدمة والمشورة، وتأكدوا أنه بالصبر والتصميم والمثابرة إن شاء الله تحصلوا على كل المزايا والمساعدات اللي تستحقوها حسب القانون. شكرا لك دكتور راتب، نتمنى أنه نستضيفك في حلقات أخرى إن شاء الله، وتحية مقدم هذا البرنامج من MEA TV والمستشار النفسي من المجلس العربي الأمريكي والكلداني. أرجو أنكم استفدتم من هذا البرنامج ومن هذه المعلومات القيمة كما أنا استفدت في هذا اليوم، ونهاركم
سعيد أو مساءكم سعيد عندما تشاهدون هذه الحلقة. بالبركة في حياتكم، وإلى اللقاء في حلقات أخرى.